خير. احسن نور. هو انا معلش الطبيعي ان انا الاقي غسالتي الجديده جواها ميه؟ بص يا فندم، هو الغساله الطبيعي يبقى فيها ميه لان في تجربه بتحصل في المصنع على كل خط انتاج بيتعمل لموديل مثلا من الغساله، فبيتعمل على خط الانتاج ده تجربه لكل موديل عشان يضمن يشوف في تسريبات بعد ما اتقفلت الغساله كلها، في تسريب بتحلى، في تسريب في الكاوتش، في اي حاجه، فلازم يعمل تجربه. فالميه كلها بتتكون تحت في الفلتر هنا بتاع الغساله. يعني انا لو فتحت المكان ده كده دلوقتي، انا الغساله لازم هتنزل اهي، اتفضل، الغساله لازم هتنزل ميه لان الفلتر لازم يبقى معبي الميه دي. واصلا الفلتر ده مهم جدا لان ده اصلا بيتكون فيه اي شوائب موجوده كانت في الغسيل ونزلت من الحله، نزلت بتنزل تحت في الفلتر، اي حاجه موجوده في الحله بتنزل هنا، المفروض ان انا انضفه كل شهرين عشان تفضل الفلتر ده معايا نضيف، بدل ما انا اخش في قصه ان انا اغير فلتر. طب انا دلوقتي المايه دي، الغساله الجديده، المايه دي مش ممكن ما تكونش كويسه تاثر على الهدوم؟ لا لا خالص، لان المايه تحت هي خلاص نزلت اتسربت من الحله ونزلت من الكاوتش، نزلت تحت ملهاش يعني ما اعملش اول غسله من غير هدوم خالص عشان تنزلي المايه دي المشكله دي ممكن فقط. يعني دي حاجه لو حضرتك حابب تعملها ممكن تعمل غسله اللي هي الاوليه دي عشان تنزل اي حاجه او اي شوائب موجوده جوه في الغساله تنزل معاك تحت وتنزل في ترمه الصرف، عشان غسالتي تبقى يعني تبقى نظيفه بالظبط بالظبط. كده. المايه دي ممكن تكون راكده ممكن بقى لها فتره، بالظبط، عامله بكتيريا، ممكن عامله كمان حاجه في كتير. غسالات بيبقى فيها حاجه اسمها اوتو كلين، انا ممكن اعمل دوره الاوتو كلين دي واحط خل مثلا في درج المسحوق، اعمل دوره خل بعقم الحله كلها وبنضف الغساله كلها اول ما اجيبها. يعني باكد عليك مره تانية ان انا لو اشتريت غساله جديده ولقيت جواها ميه، ده حاجه دي طبيعيه حاجه مش طبيعيه مشكله، جدا، دي ولا تجربه هي من الشركه. مستعمله ولا مرتجعه لا ولا لا اي لا حاجه. خالص لا. شكرا جدا ليك. العفو.